يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يغفر للمذنب حتى ولو كان الذنب عظيما؟ هل يغفر للمذنب حتى ولو كان ذنبه عظيما كالشرك واللواط والزنا للمحصن؟ الشرك لا يغفر إلا بالتوبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به. أما بقية الذنوب التي دون الشرك فهي مظنة المغفرة إذا شاء الله، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل ما دون الشرك فهو مظنة المغفرة إذا شاء الله عز وجل. نعم.